كيف يبدو الواقع العراقي المعاش اليوم؟ ما شكله؟ ما لونه؟ من ضحاياه؟ وربما من آخر سؤال لنا سننطلق لوصفه، واقع يؤرخ لنفسه بعدد الشهداء والجرحى منا ومن بيننا، واقع شهدنا ميلاده والنشأة، واقع نتفق كثيرا ونختلف كثيرا عليه وفيه، واقع ما زلنا نؤمن بالقدرة على تغييره ونرد على تلك القدرة بادعاء آخر ينفيها، وندعي الشبع في بحث كليهما القدرة وما ينفيها، ولكن يبقى ما نؤمن به واضحا أمامنا ونحن نحاول التبرك بأي أثر يأتينا من التحرير. هذا العلق من علم عراقي كان معلقا على توك شهد استرداد الحياة من جديد ومحاولات وأدها منذ 25 من تشرين الأول، ونحاول إيجاد سبب يدعونا لنفخر بدورنا إلى جانب أهل الميدان أو حتى تحت ظلهم. كل ذلك وأكثر سنناقشه في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الفلوجة، ونبدأها من مراسلنا في ساحة التحرير في بغداد العاصمة علي عبد الكريم. نأمل أن يكون علي جاهزا لينضم إلينا في هذه التغطية. إذن علي، أهلا بك مرة أخرى. لو تضعنا في ضوء الأجواء في ساحة التحرير في بغداد العاصمة، هل هناك أيضا من تحركات باتجاه جسر السنك أو باتجاه ساحة التحرير أو حتى يعني في بقية المناطق المحيطة بالساحة؟ نعم جميلتي، في هذه الأثناء الأعداد تتزايد إلى ساحة التحرير، خاصة بعد الذي حدث يوم أمس. اليوم الإجراءات الأمنية مشددة جدا داخل ساحة التحرير من قبل القوات الماسكة للساحة. نحاول الآن نتحدث مع المتظاهرين اللي موجودين، شنو اللي يريدون يقولوا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المظاهر وياك عادل حرشاوي من منطقة النهروان بغداد. احنا بالنسبة لي تظاهرنا هواي، حكينا هواي على السياسيين وعلى بعض الناس المدسة بالمظاهرة، وإن شاء الله ما نستحم منه إلا سقوط الحكومة العراقية والأحزاب الخاصة. سقوط الأحزاب الخاصة اللي أكلتني بدون معنى. يا ليش ما تطلع من العراق؟ أنا ضحيت. يا الضحى غير الشباب ضحت، يا الضحى غيري. بس أريد منكم، أريد منكم الإعلام هذا يكون يبقى في ساعة التحرير، وكو شغلات تصيرنا ساعة التحرير تجاوز على الناس على العلماء غلط، تجاوز على العالم غلط. عد هوسة بين الشيعة والسنة، ماكو تفرقة. جاينا السنة والشيعة والمسيح مظهرنا. هاي الهوسة بغداد، هاي الهوسة ريت توصل إلى أبعد يعني للعراق كله. علينا الكفر على السيف والسنة، وأمس ركب نيابه وسنة لو أنت كاتب الشيعة وسنة إيد بإيد نمح الطائفية. أريد أعوتي علينا الكفر على السيف والسنة، وأمس ركب نيابة وسنة لو أن تكاتف الشيعة وسنة إيد بإيد لمح الطائفية. الوطن باعوه غفر، قلت الوطن مامون، برهلي الحل وقلي كل شلون. قلت ما تنام الزلم ما طول عدها عيود. وشنو رايكم اذا الهوسه الهوسه على الشيوخ راحت الخضراء؟ ارد اسولف لك سوالف ضاله ببالي، ارد اسولف سالفه ضاله ببالي. كتلتني الشيوخ اللي اجت من تالي، كتلتني الشيوخ اللي قعدت بالخضراء، كتلتني الشيوخ اللي اجت من تالي، وانا على طلايبهم بتاني اكلوا بي الفطح وباقي
وسلالي أكلوا بي الفطح وباقى وسلالي وما نطيع راق احنا له السلام عليكم. السلام ورحمة الله بعد قلبك. أحب أوصل للحكومة إلى أبطال اللي قاعدين بالخضام متونسين وعايشين متاعين إلى داجة ومفاولين. متاعين ما يدون اللي يصير هنا نفس شبابنا أحد اتدمرنا جبناها من الموصل لهاي ساعة الله جبناها شباب هاي دول شباب تحافظ عليها يطلع من بطن امه يطلع راتبه موجود حقوقه موجوده كلها موجوده احنا هنا يطلع شلالق يجي البنغلاديش البنغلاديش يعطونا ازيد من عندنا تجي احنا نريد نشتغل يقولون والله العراق ما يشتغل ليش ما نشتغل هذا بلدنا احنا نريد بلدنا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا الاحداث المتواجده الان داخل ساحه التحرير وشكرا جزيلا لك بالتاكيد علي عبد الكريم. ايضا ان سنحت لنا الفرصه ربما ستكون لنا وقفه لاحقة معك بالتأكيد. شكرا جزيلا لك وشكرا لمن انضم إليك يعني في هذه التغطية المباشرة من ساحة التحرير من بغداد العاصمة. الآن نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية كذلك من بغداد الخبير القانوني والمحلل السياسي واثق الإصبار. أهلا بك سيد واثق. حياك الله أختي العزيزة. أهلا بك. يعني من يتحمل المسؤولية الأخلاقية وكذلك القانونية فيما جرى أمس تحديدا فيما جرى عند جسر السنك وساحة الخلاني؟ نعم سيدتي العزيزة، حقيقة الرحمة في بداية أمرنا الرحمة لشهدائنا الأبرار من المتظاهرين السلميين، هؤلاء الأبطال الشجعان الذين سطروا بدمائهم تاريخا جديدا للوطن، ودعائنا بالشفاء العاجل لجرحانا من المتظاهرين. الحقيقة المسؤولية القانونية قبل المسؤولية الأخلاقية يجب على حكومة تصريف الأعمال وقبلها فخامة رئيس الجمهورية فخامته الذي لم يراه الشعب العراقي إلى هذه اللحظة، قابع في صمته في قصوره وفي ملذاته وفي خيرات هذا الوطن، ومن ثم السيد رئيس مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع ومن بعدها حكومة تصريف الأعمال. أين السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ احترامي وتقديري وتوقيري له. طيب سيد واثق، يعني من المفروض بأن مجلس النواب، إن كنت تسمعني. ألو، إن كنت تسمعني سيدي، سيد واثق. ألو، هل تسمعيني يا سيدتي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد واثق الإصبار الخبير القانوني والمحلل السياسي. ما تمكنا من ذلك بالتأكيد يعني سنعود إليه لاحقا. هناك أيضا بعض الشهادات حقيقة التي وردت على لسان شهود عيان من مسعفين ومن غيرهم من المتظاهرين حول أحداث أمس، لنتابع معا. الإصابات اللي جتنا كثيرية، إصابات بالرئيس، طلق ناري بالرئيس، طلق ناري بالصدر، طلق ناري يعني بالجزء العلوي من الجسم. أكثر شيء أكثر الحالات اللي وصلت لنا ما قدرنا نسعفها لأن جتي يعني ميتة، والحالات الصعبة كلش تحولت إلى مستشفى الكندي ومستشفى الشيخ زايد ولا آخره. كانوا دول القوات المسلحة متمركزين بالخلاني بساعة الخلاني، وقواتنا الحكومية بعد كيلومتر يم شيخ عبد القادر القيلان، هم واسلحتهم وكوادرهم كليتهم. رمي كثيف على المتظاهرين، وقعوا هواي شهداء هنا ما قدرنا نطلعهم، هواي انقتلوا ما قدرنا ننقذهم. الرمي بدون رحمه، ما خلوا اي واحد يقدر يسحب اللي سقطوا بش اسمه اثناء ما دهموا السنك، وصعدوا فوق هنا كتلوا ذبحوا هماتيا، مو بس كتل، ذبحوا بالقامات ذبحوا. مرة أخرى مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية الخبير القانوني والمحلل السياسي واثق الإصبار. أهلا بك سيد واثق مرة أخرى. كنا قد توقفنا عند المسؤولية القانونية، وبودنا هنا أن نقف عند يعني حقيقة القنبلة التي فجرها السيد أرشد الصالحي رئيس
لجنة حقوق الإنسان النيابية، تحديدا قال عملية اقتحام ساحة الخلاني والسنك قصمت ظهر العملية السياسية. ما يهمنا مما يعني جاء أو ورد على لسانه الآتي: لجنة حقوق الإنسان النيابية دعت مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة المجزرة. اتهم رئاسة مجلس النواب بتجاهل التقارير التي تعرضها لجنة حقوق الإنسان النيابية. هناك تخوف من مناقشة تقارير اللجنة الحقوقية في مجلس النواب. يعني هنا يعني ندخل يبدو في يعني مسؤوليات متداخلة حقيقة، ويبدو بأن هناك يعني تنصل واضح من المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب ممثلة برئاسة وأعضاء المجلس. نعم يا سيدتي العزيزة. نعم. فليعرف السياسيون أن الليلة الدامية التي مرت على بغداد لم تمر الليلة الدامية التي مرت على بغداد ومرت على الشعب العراقي بقتل فلذات أكبادنا وشبابنا المتظاهرين السلميين لن تمر بسلام. مسؤولية تاريخية ومسؤولية قانونية ومسؤولية شرف، مسؤولية شرف يا أختي العزيزة، ينام السيد الحلبوسي وينام رئيس مجلس السيد رئيس الجمهورية راعي الدستور وراعي وحامي الدستور وحامي حقوق الشعب العراقي في قصورهم، والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى. أليس من واجبات مجلس القضاء الأعلى وبالذات قاضي التحقيق والنيابة العامة عضو الادعاء العام، أليس من واجبه القانوني الانتقال لمسرح الجريمة والبحث في مسرح الجريمة والكشف عن الجثث القتلى من الشهداء؟ أليس هذا واجب قانوني على مجلس القضاء؟ أليس واجب قانوني على قاضي التحقيق والادعاء العام؟ الادعاء العام دوره الحقيقي حماية الحق العام. ميليشيات تصول وتجول في ساحة التظاهرات. أين كانت وزارة الداخلية؟ أين مفاصل وزارة الداخلية؟ أين وزارة الدفاع؟ أين القادة الأمنيين؟ والله لن تمر بسلام الفاجعة التي مرت على أولادنا بالأمس. نعم طبعا. والله لن تمر بسلام. هؤلاء السياسيين، هؤلاء السياسيين كانت بالأمس نقطة التحول. لن يرجع المتظاهرين بعد الأمس، بعد قتل أولادهم، بعد الدماء الزكية التي سالت في شوارع بغداد وفي ساحة التظاهرات، لن تمر بسلام قانونا وفي المحاكم الدولية وفي المحاكم المحلية. يا رئيس مجلس النواب، أليس من واجبك الدستوري حماية الشعب العراقي؟ يا حامي الدستور يا رئيس الجمهورية، أليس من واجبك القانوني والدستوري والأخلاقي والعرفي والشرعي حماية دماء الشعب العراقي؟ هؤلاء الأبرياء الذين صالت الميليشيات وجالت فوق جثثهم بالأمس. يا مجلس القضاء الأعلى، رسالتي لكم اليوم: التاريخ لن يرحمكم. يا قاضي التحقيق، أليس من واجبك أن تنتقل إلى مسرح الجريمة والكشف عن الشهداء وكشف مسرح الجريمة؟ لن يرحمهم التاريخ ولن يرحمهم القانون. نعم. المفارقة في كل ذلك سيد واثق، دول أجنبية، المفارقة في كل ذلك. سنأتي إلى الموقف الدولي، وحقيقة نقدر عاليا يعني ما تكنه عفوا من مشاعر فيما يتعلق بالشهداء الذين قضوا، وحقيقة يعني نشاطرك ذلك بالتأكيد، ونحاول من هذا المنبر حتى ما معنا خلف الكاميرا أو في الكنترول أن نتماسك ما تمكننا من ذلك، والكل يسعى أو يحاول أن يجد له موطئ قدم في هذه اللوحة العظيمة يعني التي رفعت شعار العراق أولا وأخيرا، سواء في ساحة التحرير في بغداد العاصمة أو في بقية الساحات في مدننا في جنوب البلاد بالتأكيد. لكن يعني حقيقة المفارقة فيما يتعلق بدور مجلس النواب، من المفروض يعني بعد ليلتين ويوم يعني أن يجتمع أو وفق جلسة طارئة يجتمع مجلس النواب، طبعا أملين من الله تعالى أن يتمها بالخير على المتواجدين في التحرير من المتظاهرين. لكن يعني المفارقة بعد ليلتين ويوم، يعني سيجتمع مجلس النواب وفي جلسة طارئة
بمعية لجنة الأمن والدفاع النيابية، مع كذلك قيادة عمليات بغداد وقيادة الفرقة 11 وكذلك قيادة الفرقة ربما 9 تلك المعنية بحماية المناطق المحيطة أو القريبة من ساحة التحرير في بغداد العاصمة لمناقشة مجزرة السنك وكذلك ساحة الخلاني. يعني عن أي مسؤولية قانونية اليوم نتحدث سيد واثق؟ نعم يا سيدتي العزيزة، المسؤولية الدستورية ثم مسؤولية قانونية في القانون العراقي. المسؤولية الدستورية كون رئيس الجمهورية هو حامي الدستور. مسؤولية مجلس النواب لديه لجنة الأمن والدفاع، إضافة إلى مسؤولية رئيس مجلس النواب. أين رئيس مجلس النواب واللجنة الأمن والدفاع من التقارير لمدة 2 شهر؟ الميليشيات والقناصين تصول وتجول، ولم نعرف إلى هذه اللحظة من هم القناصين، من هم الجهات الأخرى، من هم الجهات الثالثة، من هم قتلة الأبرياء بالأمس؟ أليس من واجبات لجنة الأمن والدفاع؟ إضافة إلى ذلك، أليس من واجبات مجلس القضاء الأعلى الموقر؟ أليس من واجبات قاضي التحقيق المختص بالرقعة الجغرافية الانتقال إلى مسرح الجريمة؟ وهذا ما سن في القانون العراقي، واجبات الادعاء العام كونه حامي الحق العام. أين واجباته بالانتقال إلى مسرح الجريمة والكشف عن الأدلة المتوفرة في ساحة الجريمة؟ كل هذه نتكلم قانونا وليس مسؤولية فقط تاريخية. نعم. ومسؤولية أدبية. طيب. ومسؤولية دستورية. التراتبية القانونية سيد واثق يتشاطرها رئيس الجمهورية. نعم، التراتبية القانونية، من يتحمل المسؤولية الأكبر هذا اليوم فيما يتعلق بالمجزرة التي حصلت؟ لا نتحدث عن الضحايا منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى الساعة، إنما فقط فيما يتعلق بالمجزرة، والمسلم جدلا حول مجزرة السنك و كذلك ساحة الخلاني. المسؤولية القانونية من يتحملها أولا؟ نعم تفضل. نعم يا أختي العزيزة، مسؤولية مشتركة يتحملها بدءا برئيس الجمهورية ثم بسيد رئيس مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وكذلك يتحملها مجلس القضاء الأعلى لعدم الانتقال إلى مسرح الجريمة والكشف عن مسرح الجريمة وعدم التحقيق في ذلك، ثم يتحملها السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الداخلية ووزير الدفاع. أين وزير الداخلية بالأمس؟ أين الكاميرات الموجهة، كاميرات دقيقة جدا موجودة في كل شوارع بغداد ومحلات بغداد، وبالذات في التظاهرات موجودة كاميرات دقيقة وعالية الدقة في هناك غرفة عمليات في وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، بالذات في قيادة عمليات بغداد؟ نعم. مسؤولة ومشرفة عن كل ساحات التظاهرات والاعتصامات. نعم. أين وزارة الداخلية؟ تحمل المسؤولية الأكبر السيد وزير الداخلية كونه هو مسؤول عن الأمن الداخلي في محافظة بغداد. قيادة عمليات بغداد تتحمل المسؤولية كاملة، كيف دخلت عجلات الميليشيات وقتلت المتظاهرين، صالت وجالت وقتلت وخرجت من ساحات التظاهرات بدون توقيفهم، بدون السؤال من أين جئتم ومن أين ذهبتم، من أنتم؟ ألا يتحمل المسؤولية الأكبر هنا السيد وزير الداخلية؟ نعم. وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد تتحمل المسؤولية الأكبر كونها السلطة التنفيذية. نعم. أيضا نلفت الانتباه بأن قضية يعني استهداف المتظاهرين في ساحة التحرير لم تتوقف عند أمس، إنما أمس الأول أو حتى يعني قبلهما جرت عمليات طعن بالسكاكين لمتظاهرين في ساحة التحرير، أودت بحياة الصحافي أحمد المهنا يعني رحمه الله، وهناك طبعا إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين. لا يفوتنا أيضا أن يعني أن نتطرق قبل الحديث عن الموقف الدولي، التداعيات الدولية المحتملة في ظل إدانة واستنكار واسعين من قبل السفارات الدولية الموجودة على الأرض، العراقية، الأمريكية، التركية، الكندية والفرنسية، بالإضافة إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي، الذين دعوا جميعا إلى الكشف أو كشف هوية منفذي الهجوم الذي وصف بالمميت
وكذلك المروع. لكن لا يفوتنا سيد واثق أن نقف عند ملف التغييب. اليوم نعيش أيضا ملف تغييب بحق متظاهرين ناشطين وفاعلين، سواء من المسعفين، سواء من الكوادر الطبية، سواء من الكوادر التي توفر الدعم اللوجستي للمتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد يعني أو في بقية المحافظات العراقية. لا يفوتنا أن نقف يعني عند هذا الملف، ملف التغييب أو ملف اختطاف أو اعتقال، يعني حقيقة حتى لا ندري ما التوصيف القانوني عندما يتم تغييب شخص ما يعني يطالب بمطالب مشروعة يتفق الجميع على مشروعيتها. نعم سيدتي العزيزة، لا يفوتنا أن نقول ونذكر أن أحمد المهنة رحمه الله الشهيد البطل كان من أبطال المراسلين الحربيين في حربنا وقتالنا ضد داعش، وبالأمس القريب قتلته أيادي الغدر، أيادي النجسة قتلت هذا البطل والذي كان مراسلا حربيا في ساحات القتال ضد داعش الإرهابي. فليتذكروا أنهم قتلوا بطلا من أبطال القيادات الإعلام وهو مراسل حربي. أضف إلى كل هذا يا سيدتي العزيزة أن كل وسائل الإعلام العالمية والوكالات الدولية تستنكر وتشجب ما يحصل الآن في ساحات، ما يحصل من قتل وتغييب وخطف على المتظاهرين. فوق كل هذا وذاك لحد هذه اللحظة لا نسأل عن المغيبين والمفقودين عند الجهات الثالثة والأطراف الأخرى أو الجهات الغير معلومة، ولكن مطالبنا إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم الإسراع بالإفراج عن المتظاهرين السلميين في المحاكم العراقية وفي قيادة عمليات بغداد. اليوم يمر ما يقارب الشهر وأكثر من شهر على أغلب المتظاهرين وهم يقبعون في احتجاز في التوقيف في قيادة عمليات بغداد وفي غيرها على مجلس القضاء الأعلى، على مجلس القضاء الأعلى، ونناشده بالأبوة وبالإنسانية وبكل الوسائل أن يفرج عن هؤلاء المتظاهرين بالإسراع عنهم، وليس أن يحال إلى محكمة الجناح ويحال على المادة 355 من قانون العقوبات. يجب النظر إلى هؤلاء الفتية والشباب الصغار بعين الأبوة وبعين أنه مواطن عراقي خرج ليس إرهابيا وليس تخريبيا، خرج ليطالب بأبسط حقوق المواطن العراقي، خرج بما لا نستطيع نحن الأكبر منه سنا أن نعمله. فرسالتي إلى سيد رئيس مجلس قضاء الأعلى وإلى قضاتنا الأبطال الإفراج والإسراع عن الإفراج عن هؤلاء المتظاهرين. أما المغيبين والمفقودين فلهم الله، ثم مناشدتنا لرئيس الجمهورية حامي الدستور ورئيس مجلس النواب الذين يقبعون في قصورهم وينامون على ريش النعام. يجب أن يظهروا ويجب أن تظهر لجنة الأمن والدفاع، عليهم أن يكونوا شجعانا. اليوم بالأمس كانت نقطة تحول في تاريخ مستقبل العراق، إن لم يخرجوا فسنخرجهم بكل ما نستطيع وبكل ما نملك. نعم. ولن تذهب دماء الأبرياء سدى. سيد واثق، بالنسبة يعني للموقف الدولي يبدو بأن هذا الموقف بدأ يعني يتصاعد، ربما سيأخذ منحى مغاير في الفترة المقبلة بالنظر إلى ما حصل من مجزرة أمس وأمس الأول. يعني هل، وطبعا هناك من يلوح بعودة العراق بشكل أو بآخر أو يتخوف من عودته إلى البند السابع، هذا وارد؟ نعم يا سيدتي العزيزة، وارد جدا، وهذا ما تريده الأطراف الأخرى في هذا البلد، يريدون إرجاعنا إلى المربع الأول وإلى البند السابع. نعم سيد واثق، نعم نسمعك سيدي، تفضل إن كنت تسمعنا. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد واثق الزبار الخبير القانوني والمحلل السياسي. شكرا جزيلا على أي حال، إن كان ممكنا في الدقائق الثلاث المقبلة أن نستأنس برأيك كان بها أو
يعني شكرا جزيلا لك في كلتي الحالتين. الآن نتابع بعض اللقطات التي وردتنا من ساحة التحرير في هذه اللحظات في بغداد العاصمة. اللافت يعني فيما يتعلق بالمجزرة حقيقة التي أودت بحياة العشرات من المتظاهرين السلميين وأصابت مئات آخرين. اللافت في تلك يعني المجزرة بأنها شهدت هبة واسعة من قبل أهالي بغداد العاصمة لمؤازرة ودعم ومساندة المتظاهرين في الساحات الخلاني وجسر السنك وكذلك ساحة التحرير أمس. يعني كانت هناك هبة لتلبية النداء وبالمؤازرة وتوفير الدعم من الأهالي في بغداد العاصمة. طبعا تتقدمهم مدينة الصدر ومدينة الشعلة وربما الشعب وبقية المناطق المحيطة بساحة التحرير في بغداد العاصمة. ويبدو مما نتابعه في هذه اللحظات بأن الأجواء يعني فصل الشتاء وسقوط الأمطار لم يؤثر بشكل أو بآخر في إصرار وعزيمة المتظاهرين على الاستمرار حقيقة بتظاهراتهم السلمية حتى يعني نتنفس كلنا وطن. فرصة أيضا لنقف مرة أخرى مع مراسلنا علي عبد الكريم. علي، يعني يبدو حقيقة مما نقل إلينا من فيديوهات مباشرة من ساحة التحرير بأنه لا الطقس ولا كذلك يعني ما حصل أمس يعني أثر في انضمام متظاهرين إلى هذه الساحة أو بقائهم في تلك الساحة. الأعداد يعني تشهد انخفاضا أم ارتفاعا علي في ظل هذه الأجواء؟ علي إن كنت تسمعني. إذن يعني علي، يعني كنا نسأل بخصوص ما حصل، يعني هل أثر في أعداد المتظاهرين؟ يعني هل أثر في نفوسهم؟ هل أثر في إصرارهم على البقاء؟ يعني أم هناك خيار التراجع أصبح مطروحا على الطاولة؟ أم زاد من عزيمتهم على التمسك بالمطالب المشروعة؟ يعني هذا فيما يتعلق بأحداث أمس وأمس الأول. علي، كذلك الأعداد هل تشهد ازديادا؟ هل يبدو أن هناك من انضم من متظاهرين ربما أتوا من محافظات في جنوب البلاد؟ لأن هناك من قرأ حقيقة خطبة المرجعية الدينية يعني قرأها من زاوية يعني زيادة زخم التظاهرات وتوسع نطاقها. الوقت لك علي الآن، كيف تبدو الأجواء من حولك؟ لك مرة أخرى عذرا لم أسمع سؤالك. لا بأس بذلك، كنا نسأل كيف تبدو الأجواء من جدا حولك. نعم، الأجواء جميلة جدا بين الحزن وبين الفرح. أيضا المواكب الخدمية نحاول نسلط عليها الضوء الآن، حيث عاتبونا قبل قليل قالوا لم تسلط الضوء علينا، نحاول نسلط عليهم الضوء نشوف وضعهم شنو شلون دا يشتغلون. السلام عليكم. السلام عيون ومرحبا بك. والله احنا جايين هنا بخدمة المتظاهرين وجايين نقدم لهم الأكل والشرب والحمد لله والشكر. عيون حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. حجك الرسالة أنا بدي أوصلها للدولة للقوى المسلحة يعني بالذات وزارة الداخلية والدفاع. البارحة الأمر اللي صار يم الجسر مال سنك ساحة الخلاني كان أمر مفترض ومؤقت وواضح جدا أنه ضربوا المتظاهرين، لأن حال ما اللي صار إطلاق النار طفت الكهرباء مباشرة قبل انقطعت الكهرباء. هاي وحده. اثنين القوه المسلحه اثنين منشآت العفو اثنين كوسترات واربع سيارات بيكمات وياهن حوثيه. ذني اذا اثنين همرات وش اسمه وزاره الدفاع هم بيها لو نقول من الاتحاديه فالزلم خشنا اربعه اللي دخلت معارك بالش اسمه دخلت بالموصل وبالرمادي وغيرها وغيرها وحررت. يعني هنا وسط العاصمه بغداد ما قدرت تحمي
اربع سيارتين كوستر واربع بيكامات، يعني عاجزه الحكومه تمام وصلت الرساله. شكرا جزيلا. جميلتي في هذا الوقت الاعداد تبدا بالتزايد، ايضا هناك حديث عن انه يوم 10/12 ستكون هناك مظاهره مليونيه داخل هذه الساحه، وايضا يدور الحديث عن انه هناك تصميم كبير لعبور لعبور جسر الجمهوريه والدخول للخضراء. نحاول نشوف الشباب هنا داخل موكب ذاك وقت. يعني بدقيقه لو سمحت. السلام عليكم. يا الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حقيقه نحن مستمرون هنا في هذا المكان رغم كل محاولاتهم البائسه، فنحن مستمرون لان هنالك لدينا امن وامان، وهم اصحاب القبعات الزرق. شكرا لهم جزيلا وشكرا لهم وشكرا. شنو شغلكم؟ كم وجبه تقدمون باليوم؟ نعم هنا انه عملنا مستمر ان شاء الله على مدار 24 ساعه ليلا ونهارا في خدمه المتظاهرين او المعتصمين او المحتجين. لكن حقيقه ان اصحاب القبعات الزرق لهم الشكر. تمام. شكرا لهم ولقائدهم. الشباب هنا ما مالين. يا ولد مليتوا؟ لا. شليتوا؟ لا. ما نرجع باقين هنا. لا ما نرجع باقين هنا. لا ما نرجع باقين هنا. تصميم كبير من قبل المتظاهرين. نعم. الى غاية تنفيذ المطالب. هذا ما موجود داخل ساحة التحرير. شكرا جزيلا لك علي عبد الكريم مراسلنا في ساحة التحرير في بغداد. أما الآن ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي السيد حيدر الموسوي. أهلا بك سيد حيدر. أهلا وسهلا. مرحبا. يبدو أن هناك حقيقة كثير من النقاط الفارقة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، سواء ذلك الذي جاء بعد الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي، أو الذي استجد أخيرا بعد أحداث مجزرة السنك. يعني هل تتفق مع هذا الطرح بأن يعني المشهد اختلف تماما بعد تلك المجزرة؟ نعم شكرا لكم. أهلا بك. المشهد هو يعني اتسم بإراقة الدماء منذ البداية، يعني ليس اليوم، ما حدث في 11 ما بعدها أيضا في الناصرية. نعم. أحداث النجف أيضا، الحرق والعنف المتبادل. نعم. وما حدث يوم أمس في السنك، يعني هذه كلها مؤشرات للأسف تعطي انطباع بأن هنالك محاولات قد تكون داخلية قد تكون خارجية، أطراف متعددة تريد يعني حرف تلك الاحتجاجات والتظاهرات. نعم. في محاولة لمرة إضعافها من خلال الترهيب، ومرة من خلال تشويه صور بعض السلبيات التي ترافق تلك الاحتجاجات وتسويقها للرأي العام حتى ينتهي بريقها، وبالتالي يتم فقدان يعني الثقة بنوع أو شكل تلك الاحتجاجات والأهداف التي خرجت من أجلها. الجهات السياسية في نهاية الأمر هي كلها وبشكل عام الطبقة السياسية هي لا يروق لها استمرار مشهد الاحتجاجات، لأنها تهديد وجودي ليس فقط لقوى سياسية معينة، وأنا أتحدث عن القوى السياسية الشيعية على اعتبار أن رقعة الاحتجاجات ما زالت منحصرة جغرافيا من بغداد باتجاه الفرات الأوسط والجنوب. تخشى بعض القوى السياسية الأخرى أن تمتد تلك الاحتجاجات إلى محافظات أخرى، قد تصل إلى محافظات إقليم كردستان. وبشكل أو بآخر بالتأكيد كل القوى والأحزاب السياسية لا تسمح أن تتحول أو تنتقل تلك الاحتجاجات إلى محافظاتها على اعتبار أنها تشكل مصدر قلق وخطر لها، ومن الممكن أن تنهي الحياة السياسية وحتى العملية السياسية لتلك القوى، وأن يكون هنالك بديل جديد أو طبقة سياسية جديدة. بالتالي تحاول أن تتمسك أو تتشبث ب أي شيء يبقيها على هل صناعة نجحت القرار في 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 الهدفين القرار. يعني هل نجحت في الهدفين تلك الجهات، تشويه صورة الاحتجاجات من خلال بعض الممارسات وربما التي لا تحسب على المتظاهرين السلميين إنما على المندسين، وهل نجحت أيضا في ربما يعني
تضييق عدد المشاركين في تلك التظاهرات حتى بات لا يعول عليها أو على أثارها، أم زادت من إصرارهم؟ لا بالعكس، لا لاحظي أن أولا علينا أن نقول ما هي مطالب أو الأهداف تلك الحركة الاحتجاجية. المرجعية اسمتها الحركة الإصلاحية، هنالك بعض الاندفاع أو في بعض الأماكن من ساحات الحراك الاحتجاجي التي تذهب باتجاه إنهاء الطبقة السياسية كلها وإنهاء العملية السياسية من خلال إسقاط النظام أو إلغاء الدستور أو غيرها. هذه الأمور يعني قد يتوقف عنها حتى الرأي العام بصراحة، لأنه لا يريد أن يذهب إلى المجهول. هذه المطالب يعني وإن كانت هنالك عدم ثقة بكل الأشياء التي تقوم بها القوى السياسية، ولكن في نفس الوقت هنالك خشية من الذهاب باتجاه سيناريوهات أبعد مما يحدث اليوم. فنجحت الاحتجاجات أولا بمطلب إقالة الحكومة، وإن كانت هي المشكلة ليس في الحكومة، والدليل أن السيد رئيس مجلس الوزراء عندما يعني تحدث أنه في حال تمت إقالته فإنه لن يغير شيء، بالعكس سوف تمتد يعني مسائل الفوضى أبعد من ذلك، لأن العملية ليس مرتبطة هل بشخص تبدو معين شخص هل رئيس بالتالي هل تبدو إطلاقاً. بوادر تلك الفوضى يعني بعد تقديم السيد عادل عبد المهدي لاستقالته، وبالتالي تمت يعني أصبحت الوزارة مستقلة، هل نفهم بأن ما جرى أمس الأول كذلك هو بداية الفوضى التي حذر منها؟ نعم سيد حيدر. نعم هي بداية الفوضى، نتفق مع الطرح الذي ذهب إليه السيد رئيس مجلس الوزراء، وكان مطلب الحركة الاحتجاجية في إقالة السيد عادل عبد المهدي ليس مشكلتهم مع شخص السيد رئيس الحكومة أبدا، مشكلتهم مع المخرجات العملية السياسية على مدى 16 عام من الفشل على مستوى تحقيق الرفاهية للمجتمع العراقي من الخدمات من الاقتصاد من المستوى المعاشي، أنما كان الشعب العراقي طيلة تلك السنوات عبارة عن قرابين للدفاع عن البلد في المعارك التي خاضها مع داعش مع تنظيم القاعدة، الهجمات في السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة خاصة تلك المدن يعني بعيدا عن كذا، وبالتالي تلتها المحافظات الغربية التي انتهت من خلال النزوح والتشريد. بالتالي بدأ يشعر الفرد العراقي على مستوى العراق أنه ناقم على تلك الطبقة السياسية، لأن ما حدث معه كان بسبب الخلافات والأزمات السياسية والتبعية للخارج وعدم وجود إرادة حقيقية لتقديم وضع جديد. يعني نحن نتحدث عن وضع أن الحكومة هي ولدت من رحم البرلمان، والبرلمان هو يمثل القوى السياسية، وحتى الحكومة أو السلطة التنفيذية هي عبارة عن يعني جزء من الهيمنة الحزبية. السلطة التنفيذية عادة في أغلب دول العالم يعني قد تكون بعيدة عن المنأى الحزبي، يعني افترضنا جدلا أن القوى السياسية عندما رشحت في الانتخابات وفازت في مقاعد في مجلس النواب كان لزاما عليها للارتقاء بالتجربة وتطوير التجربة السياسية أن تنأى بنفسها عن زج ممثليها وأن تحتكر القرار التنفيذي والقرار السياسي لها، أن تشرك قدر كامل من النخب المستقلين الكفاءات. فات وقت ذلك يعني، وبما أنك يعني أشرت سريعا هذا ما يحدث، هذا لم يحدث. نعم. فات وقت ذلك خاصة يعني أنك أشرت إلى يعني الحركة الإصلاحية، يعني المفردة التي وردت في خطبة المرجعية الدينية، بما أنك توقفت عند هذه النقطة يعني وأشرت إليها، كانت قد أشارت أيضا بدورها إلى المدد الدستورية أو المدة الدستورية، أيضا أشارت إلى ما يتطلع إليه المواطنون، أشارت كل ذلك يجرى بعيدا عن أي تدخل خارجي، والمرجعية ليست طرفا كما أكدت مرارا وتكرارا في أي حديث بذلك الشأن، إلا في إطار ما يتطلع إليه المواطنون. ما الذي يفهم من ذلك سيد حيدر؟ خاصة أن كل خطبة مرجعية كل خطبة للمرجعية يعني يعقبها محاولة تضييق على الحراك الشعبي بشكل أكبر أو الثورة الشعبية. يعني هو بمثابة رد يعني هذه الأعمال العنف التي دائما
ترافق أو تعقب خطبة المرجعية هي بمثابة رد على المرجعية. نعم. أن هنالك جهات هي قادرة على قلب الطاولة. عندما نتحدث نقول أن المرجعية مرجعية أبوية، نعم مرجعية النجف قد تختلف عن يعني المرجعية في طهران على اعتبار أنها مرجعية لا تدخل في الحياة السياسية، هي غير مرجعية ولاية الفقيه، هي يعني خطبها تختصر على النصح والإرشاد فقط ولا تتدخل، وهذا ما ورد في نص الخطبة أنها لا تتدخل بتسمية رئيس الحكومة بقدر ما أنه تعطي مواصفات وإشارات، هذه المواصفات هي التي يريدها الشعب. هي تتحدث عن شخص رئيس حكومة جديد بعيدا عن الإملاءات الخارجية من كل الأطراف، وفي نفس الوقت أن يكون يلبي طموحات الشارع، يعني يكون مقبول أو يلقى رضا من قبل الشارع الاحتجاجي. هذه المواصفات قد تتقاطع مع أفكار ورؤى القوى السياسية. القوى السياسية لم تتعود على هذا الأمر، تعودت على أن تأتي برئيس حكومة عفوا. نعم أسمعك سيد حيدر، فقط نصغي إلى ما تتفضل به. نعم القوى السياسية تعودت على ماذا سيد حيدر؟ يعني إن كنت تسمعني سيدي، توقفنا عند قضية القوى السياسية حتى هذه اللحظة، يعني نحاول من خلال ما تفضل به السيد حيدر الموسوي الباحث في الشأن السياسي وحتى يعود إلينا أن نقرأ حقيقة، يعني نعود قليلا إلى الخلف إلى الوراء لنقرأ معه ما ورد في خطبة المرجعية الدينية ودور المرجعية الدينية، وما جاء حقيقة أخيرا إنما جاء متناغما مع ما يريده الشارع، ويعني لكنه بدأ أكثر وضوحا هذه المرة وفي كل جمعة. تحدثت عن المدد الدستورية عفوا، الالتزام بالمدة الدستورية، تحدثت كذلك عن أن أي تغيير إصلاحي لابد أن يكون بعيد عن أي تدخل خارجي. بيّنت حقيقة أيضا بأن المرجعية ليس طرفا في أي حديث من هذا الباب، وهي طبعا أيضا النقطة التي ركزت عليها ربما في فترة سابقة، لا يستغل اسم المرجعية الدينية بشكل أو بآخر في أي حراك احتجاجي سواء في ساحة التحرير أو في بقية الساحات الأخرى، يجب أو حتى على صعيد سياسي. حاولت يعني أن تؤكد على ذلك مرارا وتكرارا أن تبقى بعيدة أو يبقى اسمها بعيدا عن أي محاولات لجرها لذلك. مرة أخرى ينضم إلينا السيد حيدر الموسوي الباحث في الشأن السياسي. سيد حيدر توقفنا يعني معك عند نعم تفضل أعتذر منك. نعم دعيني أكمل، يعني تفضل. يعني القوى السياسية لا عفوا يعني كان يعني كانت لديها يعني النهج الموجود السابق في عملية اختيار رئيس الحكومة ومواصفاته كانت يتم عبر اتفاقات وتوافق، قد يصل إلى توافق دولي وأقليمي واللاعب الدولي يكون حاضر في هذا الموضوع، فضلا عن أن الفرقاء يتوافقون على تسمية رئيس الوزراء ويأتون بصفقة واحدة مع رئيس مجلس النواب وقبلها تسمية عفوا قبلها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وحتى يصل الأمر إلى الوزراء. هذا النهج الخاطئ في إدارة الدولة، ما يسمى بالديمقراطية التوافقية ولكنها ليست ديمقراطية توافقية، لأن يعني لم في كل الأنظمة النيابية البرلمانية في العالم يكون لدينا هنالك حكومة أغلبية ولدينا معارضة. في العراق هذا لم يحدث، بالتالي نجد أن الفشل أصبح تراكمي. بما أن القوى السياسية جميعا مشتركة في السلطة فهي ابتلعت مؤسسات الدولة، ابتلعت الوزارات. الوزارات هي التي تقدم الخدمات للمواطنين، فعندما لا تكون هنالك خدمات ماذا يدل؟ يدل على أن الأحزاب يعني هيمنت على تلك المؤسسات وبدأت تسرق مقدرات وموارد تلك المؤسسات، وبالتالي تقدم خدمات شحيحة وبائسة على مستوى الكهرباء والصحة وغيرها من الأمور. لذلك صانع القرار السياسي في العراق لم ينتبه إلى هذه الخطوة. عندما تحدثنا قبل سنوات أن المشكلة التي سوف تنفجر في الشارع العراقي والثورة الشعبية التي ستخرج في العراق هي في الأساس جذورها وامتداداتها ماذا؟ هي اقتصادية. عندما نتحدث عن ملف الكهرباء 16 عام كارثة هذه، وقد أنفق الملايين من الدولارات، لا نعرف الأرقام يعني أين وصلت، ولم يكن هنالك حل. عندما نتحدث عن العاصمة بغداد
لا يوجد فيها مستشفى واحد 16 عام. نعم سيد هذه حيدة. مشكلة. نعم. فلذلك خرج الناس عفوا. نعم. بالتالي المرجعية تتحدث عن تريد أيضا أضافت في هذه الخطبة جملة جدا مهمة. نعم. لم ينتبه إليها الإعلام. نعم. تحدثت عن ضرورة اتساع رقعة الاحتجاجات. نعم. هذه مسألة جدا مهمة. عندما نتحدث اتساع رقعة الاحتجاجات أن تعم الاحتجاجات في كل مكان، شرطة أن تحتفظ بسلميتها بعيدا عن الاحتكاك بالقوات الأمنية. نعم. لماذا؟ لماذا دعمت المرجعية هذه الخطوة؟ لأنها تعتقد لأنها تعتقد أن الضغط المتواصل على القوى السياسية من شأنها أن تنتهي عملية فكرة أو عبارة الرهان على عامل الوقت. نعم توضح. وعلى عامل العنف. نعم. هذا لن يجدي نفعا بقدر ما أن المطلوب من القوى السياسية الالتزام بخارطة تقديم قانون حقيقي للانتخابات والإسراع بانتخابات مبكرة وتقديم مفوضية جديدة لا حزبية حتى الشارع هذه المرة يختار وجوه معينة قد تكون هذه الوجوه تحصل على مقاعد من شأنها أن تلبي مطالب الناس في الحكومة القادمة. بالتأكيد وصلت الرسالة. الباحث في الشأن السياسي حيدر الموسوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. كذلك شكر موصول لمن انضم إلينا في البداية، الخبير القانوني والمحلل السياسي واثق الزبار، وشكرا لمراسلنا في ساحة التحرير في بغداد العاصمة علي عبد الكريم. تحية لكم في كل مكان ودمتم بحفظ الله.